حياكم الله على بلاير 1 ملاعبكم ومقدمكم المعتاد محمد جفري. وفي هذا الفيديو مثل ما انتم شايفين الوضع مع القرد الصيني المجنون مع صدور بلاك ميث ووكونغ، اللعبة اللي بصراحة يعني لحد كبير مثل ما احنا شايفين سواء من المبيعات ولا التقييمات للمواقع اللي خلصوها، فعلى ما يبدو انها كانت على قد الانتظار الطويل وعلى قد التوقعات العالية اللي انحطت لها. لكن عموما في هذا الفيديو حبيت اني اشارككم كذا تجربة مطولة للفصل الثاني او الخريطة الثانية، المنطقة الثانية في اللعبة الرئيسية، بالاضافة لقتالات بعض الزعماء الرئيسيين اللي واجهناهم وبعض والاختياريين. فبدون ما نطول كلام خلونا اول شيء نركز مع هذول اللي بيطلقوا علينا اسهم من فوق لانهم مزعجين مو مخليني يمشي. طيب بصراحة لحد الآن اللعبة يعني بشكل كبير مثل ما كان الواحد متوقع ومثل ما قدمت لنا في العروض، من ناحية انه القتال فعلا سريع وفعلا متنوع وفعلا في حركات جدا كثير، بيئات العالم مصقولة، وان كان في احيانا بيحصل هبوط في الفريمات من وقت لوقت خصوصا لما يكون في يعني مؤثرات كثيرة على الشاشة في نفس الوقت، لكن بشكل عام الوضع جدا ممتاز. ويعني ولحد الان بعد تقريبا 5 أو 4 ساعات لعب ما في شعور انه هذه لعبة هي اول لعبة من استوديو جديد، يجيك شعور انه هذه لعبة من مطورين عارفين هم ايش بيسووا وعارفين ايش يبوا. دقيقة، هذا الصغير مزعج لانه لما تقتله ينفجر يطلع سم. ايضا انا عارف اني ما زلت على البدايات بس واضح انه امامنا تنوع في البيئات. المناطق الاولى كانت كلها عبارة عن غابات كثيفة وخضار واشجار، هنا الوضع اكثر صحراء معدومة ومدمرة، والعروض اللي شفناها في السنين الماضية كان في ثلوج ايضا وكان في مناطق متنوعة من هذه الناحية، فمتحمس على اللي جاي. وايضا صراحة من الجميل انها ما هي لعبة عالم مفتوح، انها عبارة عن مناطق متتالية. المناطق هذه تكون مفتوحة للاستكشاف، فيها بعض الطرق السرية، فيها بعض الزعماء السريين على ما يبدو، لكن ما هي عالم مفتوح بالمعنى المعتاد، وهذا شيء صراحة جدا جميل. وعندي شعور انه هذا السبب في كون تصميم المراحل جدا مميز لحد الان. طبعا شخصيا انا سعيد لنجاح هذه اللعبة لاسباب كثيرة بصراحة، منها انه محتاجين مطورين الصينيين، محتاجين مطورين جدد، يا الله دقيقة خلينا نتكلم، محتاجين مطورين جدد على الساحة سواء كان من الصين سواء كان من كوريا الجنوبية. اوكي هذا واضح انه زعيم اختياري الظاهر، خلنا نخش عليه. لا ما أنا غلطت، هو في الجو ما ركزت. فبس كنت اقول انه نجاح اللعبة مفيد من كل النواحي، سواء في استوديو جديد على سوق الالعاب او حتى سواء اوكي خلنا نحول النار، كنجاح ضد الاشخاص اللي كانوا يبغوها تفشل لاسباب احنا عارفينها والاسباب صراحة قرفنا منها والاسباب خلتنا نتمنى نجاح هذه اللعبة اكثر، عشان يفهموا الناس انه احنا اللاعبين نبغى العاب ممتعة جميلة ننبسط فيها بدون اجندة بدون فرض توجهات ايا كانت. لكن عموما نرجع لهذا الضفدع المزعج. ايوه هذا ضفدع كهربائي يا اخي، التفادي لما تضبطه في اللحظة الصح ممتع، خصوصا لما تضبطه 3 4 5 ضربات ورا بعض، يا سلام. هذه الحركة اللي يوقف على العمود او على العصا وبعدين يضرب فيها، لما كنت اشوفها في العروض كنت مستغرب انه كيف حيكون التحكم فيها، لكن لما لعبت الان صراحة اهنيهم
التحكم وتنوع الضربات جدا ممتع. يعني مثلا مبدئيا حتى الان عندنا ثلاثة حركات سحريه تتسوى بالار2. قربنا نخلص قربنا نخلص. يا سلام على التفادي الصح. انتهينا. عندك النقاط الفوكس اللي لما تعبيها بالهجوم المستمر تقدر تسوي ضربات اقوى. عندك حركه بالار2 والال2 تتحول فيها للحظه لشخصيه ثانيه تسوي فيها ضربه قويه. فمن البدايه ومن خلال اول 5 ساعات في ممكن يعني حتى الان 11 12 حركه جديده مختلفه اكتشفتها. مين هذا؟ يقول واحده من وصفاته بلعها الضفدع فيبغى مساعدتنا. اتوقع انه احنا خلصنا على كذا. خلني اعطيه اللي يبغاه. طبعا زي ما انتم شايفين برضو صراحه من النقاط المبهره تصميم الشخصيات. تصميم الشخصيات سواء كانوا اعداء او اصدقاء شيء جدا جميل. These common pills, I grant you. Hereafter, you may craft more yourself. ثعلب ولا ذئب ولا إيش؟ I must retrieve a furnace forthwith. Pray forgive my departure. أوكي أتوقع حسب كلامه صار الآن يمدينا نصنع مشروبات تقوية وعلاجية في الشيك بوينت. طيب في طريق كان درج على اليمين بس خلينا أول. نكتشف مكان البون فاير او الشيك بوينت. طبعا بالنسبة لمراجعة بلاك ميث ووكونغ فغالبا راح تاخذ مني شوية وقت على الاقل حتى نهاية الاسبوع القادم يعني الخميس القادم باذن الله او الجمعة، نظرا اني حاليا ايضا شغال في نفس الوقت على مراجعتين ثانيه كلهم راح يتم نشرهم باذن الله قبل مراجعه بلاك ميث ووكونغ. هذا الوحش الفطر المتنكر. فاتمنى منكم تفهمكم بخصوص وقت المراجعه. اوكي خلصنا، خصوصا انها بصراحة الظاهر التجربة اكبر مما كنت متوقع. عموما جميل انه هذه الفترة زي ما احنا شايفين العاب القوية في السنة بدأت تصدر ورا بعض. اوكي لازم نقتل هذا عشان نفك الشيك بوينت لانه لسه عندنا في سبتمبر ومن بداياته لا ننسى استروبوت وفي سبيس مارين. هذا غير انه هذا الشهر ما زال باقي ستار وورز اوتلوز. فمهما كان ذوقك واللعبة اللي بتبحث عنها بلاتفورمر مغامرات فضائية خيال صيني شوتر تعاوني كله راح يكون موجود في هذه الفترة. طيب ناخذ نظرة على الأشياء اللي اتفتحت لنا. طبعا هذه شاشة التطويرات اللي بصراحة لحد الآن يعني أشعر بشوية لخبطة ماني فاهمها بشكل كامل، لكن أمور نفصلها في المراجعة. خلينا نكمل القتال لين نوصل لزعيم المنطقة. طيب هذا الفأر ثنائي الرأس شكله حيتعبنا شوية. برضو من الأشياء اللي شعرت فيها لحد الآن إنه كل منطقة لها حيواناتها أو الحيوانات اللي عايشة فيها. مثلا الغابة الأولى كانت كلها ذئاب، هنا ملاحظ تواجد الفئران. ما وزنت الضربة هذه دوبي بس يلا. هنا الوضع لحد الآن أغلبه فئران وخفافيش كان فيه. متعبين هذول اللي قاعدين يطلقوا علي بالأسهم من بعيد أزعجوني. هذه حركة الاختفاء تسمح لك تدير ضربة كذا كريتيكال.
جميل. طب بعد ما انتهينا من القرية المزعجة ورامين الأسهم هذول، خلينا نوصل أو أتوقع قربنا نوصل لزعيم هذه المنطقة. Bloody hell! What's the holdup this time? Took your offerings and go breed more rats. If you dare to mess up the king's practice again, I'll serve your dimwit son up for supper, myself. النمر البريطاني هذا طلع هو ملك المنطقة، والظاهر انه هذه الدماء دماء الفئران يخليهم يتكاثروا عشان ياكلهم بس. ما ادري ليش هذا النمر مذكرني من واحد من شخصيات فيلم كونغ فو باندا، اتوقع اللي في الجزء الاول النمر برضه. نحاول نحرقه. يا ساتر، المشكله هذا التحول للذئب ابطا من القرد بكثير. حلوة الضربه دي. اوكي نوصل عداد طار. هذه المرة حنهيك فهمنا حركاتك في 6-7-8 مرات اللي فاتت، هذه المرة عليك الدور. اوكي الحين حيجي من بعيد. يا السلام. لسه كمان حيطير. حلوين. ألسع على دماغه. ودي في السيف اللي معاه، أتوقع هنا سلاحنا الرمي. يا ساتر يا ساتر. وخر وخر وخر. الله يا أخي التفادي لما تضبطوا ورا بعض. برضو جميل صراحة انه ما في زر صد، ما في صد. المطلوب منك تتفادى تتفادى تتفادى. الشيء اللي يزيد على موضوع انه اللعب سريع، انه القتال يعتمد على السرعة بشكل شبه كامل، بس في نفس الوقت لازم تنتبه على اللياقة. زي ما انتم شايفين تحت على اليسار 3 عدادات، لياقة للضربات، المانا للحركات السحرية، وعداد العمر. يا الله حلو. هذا الاخ قاعد اثبته وما اضرب عليه، لانه لما تضرب عليه هو مثبت تقوى هجماته او يفكها بسرعه، ما هي راضي تضبط معاه. خلينا نركز الحين في اللي باقي هذا بس، لانه ما بقي لي غير واحد عمر، وهو الاخ ما بقي له شيء. ايوه شوف، لما استخدمت نقطتين الفوكس الضربه كانت اقوى بالمثلث. يا ساتر عصب. هذا يبغى له يقابل موك من إلدن رينج، حيفلوا على موضوع الدم مع بعض. ما ابغى استعجل هنا، مرتين كان باقي له لمسة واستعجلت وراحت. ايوه يلا يا عم كيلوغز خلصنا. قاعد تقتل الفيران وتشرب دمهم. لا يقول خلهم يروحوا يتكاثروا عشان اقتلهم. ها
هذا الأخ معانا من أول المرحلة، عنده موهبة خرافية زي ما أنتم شايفين، قادر على الغناء بدون وجه خير شر، مو بدون فم، بدون وجه بالكامل. This body of yours is perfect for the art of rock solid. أخذنا التحول الحجري هذا rock solid. هذا كان الأخ، هذا الدب الناري كان زعيم الجزء الأول أو المرحلة الأولى كاملة، فبرضو حبيت إنه إيش نشوف قتاله اللي جدا مختلف عن قتال النمل، لأنه بالرغم من كثرة الزعماء الشيء اللي واضح جدا من أول 3-4 ساعات في اللعبة، يمكن لحد الآن 7-8 زعماء رئيسيين جانبيين واجهنا، لكن الاختلاف اللي بينهم جدا رائع، تصميم، حركات، منظر، شكل، من كل النواحي. فإذا الوضع هيستمر كذا ما عندي أي مشكلة، إذا كل زعيم بيتم تقديمه بشكل مدروس وبشكل ممتع فهذا المطلوب، هذا المطلوب وهذا هدفهم واضح. أتوقع هذا ينحرق، مؤثرات الضربات، شوف الوبر او شعر الدب كيف بيتحرك، صراحة جدا ابدعوا في هذه الجوانب. وكل ما اتذكر ان هذه لعبة اولى للاستوديو، فما يعني ما يمديك غير تتخيل ايش ممكن يسووا يعني في المستقبل، مع العلم انه بلاك ميث وكونغ تقريبا اخذوا في تطويرها 5 سنين، يعني مش فترة جنونية او غير معتادة. بنشوف غيرهم في 5 سنين ما بيقدر يسوي تجارب منتهية، لكن برضو أرجع أشدد على إنه أنا ما زلت في البدايات، والحكم النهائي ما زال مبكر، والحكم النهائي والكامل على نهاية الأسبوع مع المراجعة الكاملة بإذن الله. فخليكم قريبين من القناة لأنه عندنا تجارب ومراجعات تقريبا بشكل شبه يومي في قادم الأيام. يا اخي المؤثرات رائع، الوضع رائع رائع رائع. المشكلة المانا السحري خلص فما اقدر اوقف ولا اقدر اسوي له اي شيء، مالنا غير الهجوم المباشر. هذه أكثر حركة مزعجة لأنه بس لازم تتفادى وما يمديك تضربه. والله الوضع صار خطر. لازم نركز دقيقة، لازم ندور، لازم نتفادى كل الضربات. قرب هي الدب الناري،
today! Fortune is no longer on your side! No one will come to your aid. All I need is to take it elsewhere. هذا بيهرب هذا ولا ايش؟ And rebuild everything on you! غريبة لسبب ما قدر يهرب. زي ما انتم شايفين برضو المشاهد السينمائية متعوب عليها جدا. المقدمة ايضا كانت رائعة. شايفين قصدي المؤثرات كيف تحركات الشعر على الدب بشكل على مستوى عالي. المستوى اللي مقدمينه الجماعة في جيم ساينس واضح انهم قدامهم مستقبل قوي. No matter how daring he was, he had not the nerve to harm the great sage. There must be someone else pulling all the strings. طبعا القصة انه اتوقع القرد الملك تم حبسه وانت الشخص المختار انك تستعيد القوة المفقودة هذه. لكن لحد الان ما تعمقت بشكل كامل صراحة في القصة. لكن من الاشياء اللي ايضا لاحظت انهم مهتمين فيها هو التمثيل الصوتي. ممثلين الاصوات الموجودين جدا ممتازين. وتقديمهم للشخصيات مثل ما انتم شايفين جدا جيد. Go now, little monkey. Go and retrieve the great sage's relic. عموما اتمنى انه هذه اللقطات لشوية المناطق المفتوحة مع كم زعيم استمتعتوا فيها. اولا اعطتكم فكرة عن انطباعاتي الاولية. متحمس جدا على المراحل القادمة. اوكي الزعماء كثيرين لكن بسبب تنوعهم الكبير فما عندي اي مشكلة. متحمس على تنوع البيئات مثل ما انتم شايفين ما بين فقط في اول منطقتين في اختلاف جذري بينهم. ففي اشياء كثير تحمس على المتبقي في بلاك ميث ووكونغ. ومثل ما ذكرت قريبا في مراجعة بلاك ميث ومراجعة كونكورد ومراجعة ستار وورز وتجارب لهذه الألعاب. فخليكم قريبين من بلاير ون. وكالعادة شكرا على المشاهدة.